أيضا عندي تساؤلات عن نهاية الخدمة للشهداء من عام 2003 إلى عام 2014. أنا حكيت لي أنت في إحدى من الحلقات والناس تقول إلى الآن ماكو إجراءات وما استلمنا مكافأة نهاية الخدمة للشهداء. سيدي العزيز، نعم، القانون كل القوانين التقاعد السابقة كانت تقر بمكافأة الاستشهاد بالنسبة للشهيد الموظف بالدولة أو العسكري أو قوى الأمن الداخلي أو منتسبي الحج للشعبي المقدس، فكنا نصرف مكافأة الاستشهاد. الآن بموجب القانون الجديد اللي صدر في 31/12/2019 يعني بداية هاي السنة صدر قانون قال تصرف مكافأة نهاية الخدمة تعادل 12 راتب. شنو فرقهم عن المدنيين؟ المدني ايش قد ياخذ نهاية الخدمة؟ ايش كم سنة؟ احنا حتى نبدي نعرف ايش قد مقدار المكافأة واعدادهم بلشنا شكلنا لجان تجرد الأضابير التقاعدية، تجرد الأضابير التقاعدية للمتقاعدين وتحدد تشوف من استلم سابقا مكافأة نهاية الخدمة، يعني قسم منهم كنا نصرف لهم مكافأة نهاية الخدمة وقسم ما صرفنا. زين ليش الشهداء 12 شهر؟ حتى ينعزل استاذ احمد اللي ما مصروف له حتى نطلب تمويله من وزارة المالية نصرف له. استاذ احمد ليش 12 شهر؟ المدنيين ايش قد ياخذون؟ 12 راتب تقاعد. المدني ايش قد ياخذ نهاية خدمة؟ يعني لا هو ايش قد راتبه التقاعدي في 12؟ في 12 شهر حسب الرتبة، حسب الدرجة، حسب العنوان. لا لا أنا سؤالي أستاذ أحمد تسمعني الآن، سؤالي المدني إيش قد يأخذ كم شهر نهاية خدمة وكم سنة؟ لا العفو سيد العزيز أستاذ نجم، أي بالراتب التقاعدي، الراتب التقاعدي ينحسب على معايير، أي أقل راتب تقاعدي للشهيد هو وفق ما محدد بالقانون 1,200,000 إذا كانوا 3 أفراد، أي فأكثر، أي أو يصير 90% من 1,200,000 يعني 960,000 دينار إذا كانوا نفرين، و 80% إذا كانوا 3 فرد واحد. ها 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 اي واضح. هذا الحد الأدنى. زين. لكن مثلا أكو شهداء مثلا واحد رتب درجة مدير، واحد رئيس ملاحظين، واحد معاون مدير، هذا راتب يجوز أكثر. حسب آخر راتب. كل واحد ياخذ 12 راتب تقاعد. زين. يعني حسب درجته وعنوانه وخدمته. زين. أقل شيء هو هذا اللي قلت لك.